ازاي يبقى عندك صحة ولياقة وشكل جميل؟ ما لقيناش غير الرياضة. تقولي ما بحبهاش، تقولي بكسل أو بتعب، هقولك إنه ثبت بالحجة والبرهان وتجارب ناس كتير إن مفعول الصحة واللياقة طويل المدى مش موجود غير في الرياضة والأكل الصحي. قررنا نزور كابتن نور خطاب، مقدم البرنامج الشهير على قناة النهار ولسه ممكن، ومن خبرته الطويلة في التدريب ومساعدة ناس كتير في تغيير شكلهم وإنقاص وزنهم قلنا منه نستفيد. أنا معايا خليط، خلطة كده مش سهلة، خلطة من الإصرار والنجاح واللياقة. كابتن نور خطاب، أنا سعيدة أن أنا موجودة معاك وليا شرف، لأنه الحقيقة أنا قعدت معاك كده شوية قبل التصوير وعندنا قصة نجاح رائعة، وكان بدايتها دعاء ماما واداني أمل فظيع أنه كان خايف في المدرسة وما بيحبش المذاكرة. بس إيه الرياضة كنت بتحبها؟ دعائي الأول لسيد منورة الجيم الطابع بتاعنا، وانا مبسوط جدا 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 من برنامج الرائع الجميل اللي هو فعلا حياتنا. يعني انا بيتي باهلي لازم نقعد نتفرج على الحلقه. الله يخليك، احس اني دايما قريبين من الناس ودايما بتجيبي كل الحاجات اللي تقريبا ما شفناهاش كتير بتيجي. فبجد شكرا جزيلا ليكي على البرنامج الرائع وميرسي قوي على المقدمه الجميله. اديني بقى قول لي ماما دعت لك في ليله وربنا استجاب. امي الله يرحمها العظيمه اللي كان نفسي اللي هي تبقى موجوده دلوقتي بس وتشوفني بس شويه ايه نجاحاتك. يعني يا رب ربنا يعني تكون حاسه بيك يا رب. انا طول عمري بحب الرياضه. الدراسه بالنسبه لي كانت عامله لي مشكله كبيره جدا، لاني انا كان دماغي كلها رياضه، دماغي كلها لعب يعني. ايوه. وانا كنت عارفه بنجح بالعافيه حكرك يعني بعرف كده في فدايما كانت امي نفسها اطلع دكتور. كنا بنتفرج على فيلم وانا صغير كان حاجه لعادل امام عملها وكان عليه اقاويل كتير تقريبا ارهابي وبعدين كانوا جايبين معاه بودي جارد كتير قوي، كان رايح حاجه فكان معاه ناس كتير قوي. فهي بتقول لي ايه، الله يرحمك يا امي والله، تقول لي شايف كل الناس اللي معلها حنينه دول يعني. قلت له ده ولا حد يعرف يقرب له، ده ايه ده الاسطول معاه ده بالناس بالاجسام دي محدش يقرب له ابدا. قالت لا ده ممكن حد من البلكونه اللي فوق دي ولا حد من يحدف عليه طوبه بس يحصل له حاجه بس. طيب فكره يعني. فقالت لي انت عارف بقى اللي يحمي اللي بيصلي الفجر حاضر في الجامع بيبقى مين بقى بدل الناس دي كلها؟ هو البودي جارد بتاعه ربنا. ودخلت في دماغنا انه الحامي هو ربنا بذمة الله من الفجر للفجر. يعني بدات تحكي القصه دي ازاي؟ بدات تحكي حاجات قصص بقى اللي هي جميله يعني. جميل. بدات بقى سمعتها وهي بتدعي بقى وبتعيط وعايزه ابنها يبقى دخلت كويس. دخلت لقيتها كانت بتصلي وانا بتسحب كده وداخل عشان لقيتها بتدعي جامد قوي ومصممه. كنت دخلت اولى سياحه في نادر يعني حاجه يعني انك تبقى دكتور دراسات سياحيه. وتقول انا مش فاهم، هي كان ده عملها حبيبتي، ده كان املها يعني. ودخلت اتسحب ودخلت اوضتي وهي عماله تدعي ليا لوحدي. انا كنت اخر عنقود. نور، انت حطيت في دماغك انك هتبقى حاجه جامده جدا في الرياضه، ومش بس اتدربت، انت اتعلمت وبقيت تاخد في شهادات وبقيت تذاكر وبقيت تاكل نفسك وتصرف على نفسك، وبدات من صغير قوي لغايه ما شاء الله يعني ما ربنا ادالك. انما كانت نقطه مهمه قوي ويمكن هو ده موضوع حلقتنا، ان نور خطاب اختاروه من وسط 1500 واحد 1800 واحد عشان يشتغل في برنامج الرابح الاكبر. الرابح الاكبر ولا الخاسر الاكبر كمان؟ لا هو بالانجلش هو ذا بيست لوزر يعني. هم خلوه بالعربي الرابح الاكبر. الرابح الاكبر اللي هم الناس اللي بتخس بارقام فظيعه، انت فضلوا يعني يعملوا كده منافسات بينك وبين الترينرز كتير. يعني ناس قدمت كتير وكان في 1800 مدرب من الوطن العربي وكان لازم يختاروا ولد وبنت. من 1800 ياخدوا اثنين بس؟
والحمد لله. ده انت اكلمك قال مش شطار. انا عايز اقول لك حاجه مهمه بقى. ماما بس حبيبتي. لا بجد يعني عايز اقول لك حاجه ان لما رحت اول ما شفت الناس اللي كانوا معايا قلت انا عايز الم حد يمشي اصلا اشكالهم وكلهم ما شاء الله كده واجسام ولبنانيين ولبنانيين ومن حاجه بقى يعني بس انت قلت اخش اخد خبره وخلاص. انا قلت اخش اشوف نفسي فين يعني رحت يعني انا فين في الموضوع يعني انا وصلت لفين. بس كان عندي امل كبير جدا لان انا كنت دايما بقول ان ايه ان هو الانسان لما يبقى عنده ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد يعني ايه ربنا مش هيضحك علينا اعمله ده. انا قلت يا رب انا قعدت اقول ده طول الوقت كنت بقعد اقول ايه يا رب انا نفسي اروح البرنامج. كنت بتكلم ربنا كانه حد يا رب انا عايز اروح البرنامج ده وان شاء الله هروح. وانا يعني انا حاسس ان شاء الله انا هروح كده تقوم تنجح وتبقى نمره واحد يعني وياخدوك وتنجح في البرنامج. يعني انت خسست بقى ناس كام كيلو؟ انت قلت لي ارقام انا مش فاهماها يعني مش فاهمه ان دول بيخسوا بالرياضه بس واكل لا بعمليات يعني ارقام كبيره اللي هو دلوقتي بيخسوها بعمليات وحاجات كده. كان عندي انا البرنامج كان فيه 7 و7 انا معايا فريق ولينا كانت معايا فريق لينا رحمي من الناس المهمه جدا في لبنان في الرياضه وانا اول سنه كانت 2008 انا اللي كسبت. حد من عندي هو اللي خس اسمه محمد مزبودي خس 77 كيلو في 6 شهور وده كان فعلا رياضه. 77 كيلو في 6 شهور. الناس اللي بيتفرجوا علينا الستات اللي ركبها مش عارفه تشيلها اللي فوق ال 100 كيلو اللي فوق ال 150 كيلو ازاي الطلعه الاولانيه؟ الطلعه الاولانيه الرجيم صعب عليهم الرياضه صعبه عليهم الطلعه الاولانيه ازاي؟ بصي هو اول حاجه انا عايز اقول للناس اللي وزنها زياده من اول اللي عنده سي مثلا هنقول 20 سنه عشان يعني وزنه زياده لغايه اللي عنده 40 45 سنه كل واحد يفكر هو موجود فين هو فين وزنه ده وكمان 5 سنين 10 سنين هيبقى فين. يعني اللي عندها 20 سنه او اللي عنده 20 سنه هو شكله فين دلوقتي كمان 15 سنه او 10 سنين شكله هيبقى عامل ازاي ايه الامراض اللي هتجيله ايه الفرص العمل الكتيره اللي هتروح منه ايه اللي في ال 10 سنين او في 5 سنين دول هيتاخر بسبب الوزن الزياده. خلينا نديهم كده نصايح سريعه. هو اللي ندي نصايح ان احنا نبدا بسرعه. خلينا نبدا بالاكل كل 3 ساعات او كل ساعتين ونص ناخد حاجه بسيطه جدا. مش هنقول للناس ما تعملوش مش هنقول للناس يعملوا دايت. انا بالنسبه لي مش حاجه اسمها دايت. تاكل كل حاجه في فكره كلمه دايت دي انا ما بحبهاش. حاجه اسمها نيوتريشن نظام غذائي. هاكل كل اللي انا عايزه. ربنا سبحانه وتعالى خلق عناصر غذائيه رئيسيه لازم تخش كل يوم. الناس بتاكل كتير بياكلوا كتير وبياكلوا وجبتين في اليوم او 3 في اليوم او وجبه في اليوم. فالجسم ذكي بيخزن كل الاكل ده فيحصل تخن. طيب. لو كل 3 ساعات او كل ساعتين ونص كلنا وجبه كل اللي نفسكم فيه كل الناس نفسها فيه بس حاجات صغيره جدا. انا ده على مسؤوليتي. حاجات صغيره يعني جدا يعني اكل شوكولاتايه كل شوكولاتايه بس خلينا دايما الحرق عالي. خلينا دايما في حركه. المعده فيه انقباض وانبساط طول الوقت على المعده فالحرق عالي فده اللي بيخلي الواحد. وطبعا قبل ما يعني قبل ما بننام بثلاث ساعات لازم نوقف اكل. ممكن نشرب ميه بس والوجبه اللي هي قبل الثلاث ساعات دي ما فيهاش كربوهيدرات خالص ولا عيش ولا رز ولا بطاطس ولا اي حاجه من الكلام ده. ممكن بروتين واي فاكهه. الفاكهه هي تبقى الكربوهيدرات السيمبل البسيطه اللي بتتحرق بسرعه. جميل. عشان بكل بساطه احنا الاكل والدايت والنظام الغذائي وكل الكلام اللي احنا عايشين فيه ده الميتابوليزم بيتلخص في الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اول ما بيصحى الصبح الحرق بيبقى عالي جدا جدا جدا. اول ما بقرب من سواد الليل والشمس بتروح ببدا الحرق بيقل فلازم اقلل الحاجات اللي بتتاخد. بمناسبه الحرق هتخلينا نحرق شويه؟ يلا بينا يلا بينا تعالى. بدأنا بالتريد ميل واللي ناس كتير بتسميها المشاية. وإذا كنت بتمشي عليها أو حتى بتجري فلازم تعرف إن في تكنيك ممكن تجربه عشان تخس أسرع. ده طبعاً في حالة إنك عرفت تعمله. بالنسبة لي كان صعب جداً. المشي لازم كل يوم قد إيه؟
مش عايزين نقول للناس بقى الكلام اللي بيتقال دايما لازم ساعه مشي لازم الكلام ده كله. لو الناس قدرت تمشي لا انزلي هي تلعب بسرعه 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 سكير تمام. مش هنقول بقى زي ما الناس بتقول لازم تمشي ساعه، لا هو 25 دقيقه نص ساعه نبدا بكده. يعني لو بدانا مثلا بربع ساعه 20 دقيقه 25 دقيقه الموضوع هيبقى لطيف جدا، الناس هتبقى مرتاحه. ودايما الناس لازم تتعامل مع قلبها زي البيبي، البيبي اللي هو لسه بيتفطم. ما ينفعش عشان وانا بفطم البيبي او مديله مثلا ايه حتتين لحمه، الرياضه بالذات لازم الناس تبداها ستيب باي ستيب عشان ما يحصلش مشكله لا في القلب ولا الجهاز العصبي ولا الجوينت في المفاصل. طيب احنا ابتدينا بقى بالمشي. طيب 10 دقايق ممكن نعمل ايه بعد كده؟ نعلى شويه. نعمل ايه بعد المشي؟ انا بس عايز اقول لك حاجه يعني كويسه قوي في الجهاز ده. التريد ميل هو متعه. دلوقتي بنشوف على السوشيال ميديا اليوتيوب تلاقي الناس بدات من كتر ما هي حابه الجهاز ده بداوا الناس بقت ترقص عليه وبقى صح. مش عارف ايه ده بكام لبنان. بالظبط. فستيب باي ستيب الناس لما بتحب الجهاز ده ويبداوا يعملوا عليه حاجه. الجهاز ده فيه برامج كتير قوي. هجري معاك شويه. يلا بصي هنجري. ممكن تعلي لغايه مثلا 8 9 أوكي. كل شويه نغير طريقه الجري ده. ممكن نجري بجنبنا كده يا راجل. ممكن اقع حلو. ممكن نجري بظهرنا كده. طريقه الجري نغيرها كل شويه. لا ده صعب يا مامي. نرجع تاني فاهمه. ما هو كل ما الناس بتحب الجهاز. لا بعدين نجيب ده. لا ممكن سلمي الرجل تسلمي التانيه. صعب موت. قال لي ايوه الله عليكي برافو يا مامي مرعبة. لا وبعدين ايه بقى بصي قليلي شوية قليلي 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 قليلي. يلا نروح نشوف حاجة تانية. يلا بينا. يلا ايه الحركة بتاعتك دي؟ ليك حركة كده. هنعمل ايه؟ انت قلت لي نلعب سكواش. ناس كتير متخيلين انه عشان يخس لازم يجري او يمشي مسافات طويلة ويقطع عدد كبير من الكيلوات، انما ممكن تعمل مجهود في غرفة مقفولة زي ملعب السكواش والمجهود ده يعادل جري مسافات طويلة ويساعدك انك تخس. بالمناسبة دي اول مرة ادخل فيها ملعب سكواش واول مرة امسك مضرب سكواش في حياتي، وبصراحة الموضوع طلع لطيف. جربوه وهتتبسط. الله عليك. لا برافو. لا بجد بجد برافو. طب انت مش ايه مش ناوي تلعبي؟ ماشي هي لسه شويه مش عارفه تلعب السيرف بقى ايه بتخلينا نلعب كل مره بس هتلعب السيرف. انا بلعب السيرف بالراحه عشان بس ايه. يلا ماشي ايوه يلا جري 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 ايوه. والله العظيم برافو عليك. ايه جبتني هنا ليه؟ انا اعمل ايه هنا بقى؟ اول حاجه عشان لو حد ضايقك في الشارع. ايوه ظبطت الدنيا كده بتعرفي تاخدي حقك. فلازم تتمرني. يعني انا كست العب بوكس. لا لا ايدي هتوجعني بجد بجد. هو الـ الـ البوكس او الكيك بوكس او اي رياضه فيها شويه عنف هو ده التارجت منه عندنا هنا اللي هو يطلع كل الطاقه السلبيه اللي عند الست او عند الراجل. فدلوقتي بدل ما تمسك العيال كده تعجنهم كل الوقت يا عيني عماله تزعق وتجري على العيال وكمان الست اللي بتشتغل تبقى عندها احداث يوميه مجنناها صحيح عايزه تطلعها في حاجه فهو مش عشان ماشي بس حاجه حلوه. هلعب بايدي كده ولا جدا جدا يعني. طب وريني ده بيتلعب ازاي؟ الله انا هلبس الكلبزات دي اسمها كلبزات دلع بقى يعني. بصي يا راجل تروحي لمستوى تاني. يلا بصي ده دخل ايه هاتي ايدك الشمال. شمال ايوه هي كبيره شويه. لطيفه كده اهو كبيره قوي. معلش هنعمل ايه؟ بس احنا هنعمل ايه؟ احنا هو انت طلعي كل اللي جواك اقعدي اضربي بس خلي بالك. ايوه برافو برافو بس خلي بالك. بصي اهم حاجه خلي بالك عشان ايدك كنت تضربي ما تخشش كده عشان ما يحصلش اصابه. خلي دايما ايدك رايحه في اتجاه مثلا انا وانا بلعب مثلا اتجاه مثلا اهو انا بلعب اهو
مثلا فاهمه؟ يعني ايوه طلعي كل اللي جواكي. هي بصي اعتبري ان ده حد قدامك انت متضايقه جدا منه، طلعي كل اللي جواكي. بتيجي انت وجعتني والوجعني وافتكري مين مضايقك. ايوه ده هو اللي وجعني مش انا اللي عماله بضربه. عايز اقول لك هو ده عشان ده شويه للمستوى الاعلى شويه بس هو طلعي كل اللي جواكي. ما انت ما تضربيش. بصي وده بيخسس؟ طبعا انت لو قعدتي يعني واحنا كنت بتسوق اعملي بقى خليك بقى في اسمها بقى مش تضربي بقى. ايوه كده الله عليكي. بشوفهم بيعملوا كده وما اعرفش. محمد علي كلاي. لا لفي بقى لفي عارفه اللي هو ايه؟ لفي بقى حواليها بقى واضربي وتلفي لفي حواليها. ايوه كده فاهمه؟ ايوه كده برافو. ايوه لفي كده تاني الناحيه الثانيه. بس هو انت ممكن تضربي هو ايه اللي هو ايوه شكل يعني كده فاهمه؟ اللي هو ال اتقدم بقى. لا يا عم سيبنا القصه دي. حلو كفايه كده. يلا بينا على حاجه ثانيه. ومش بس الأجهزة اللي ممكن تزود لياقتك، إنما ممكن تعمل بعض الحركات وإنت في بيتك. كابتن نور خطاب وراني كام حركة قدر تعملها، إنما لا يمكن أقدر أجاريه في الباقي. هو انطلق مع حركاته الصعبة وأثبت لنا إنه سبايدر مان المصري عايش في وسطينا وإحنا مش حاسين. الله عليك نور عيش بقى. طب بصي حاجه واحده. لا حضرتك البوشاب والحاجات دي يعني طيب انا انا هوريك الحاجات اللي هي ان شاء الله بعد تطور شويه تمرين هنقدر نعملها ولاد وبنات عشان بس ما تقوليش دي حاجات ولاد بس. ربنا اتفضل. خطاب نموذج لشاب مكافح بدأ من الصفر وطور نفسه بالدراسة والحصول على أكتر من 28 شهادة ودبلومتين وماجستير في مجال الفتنس من داخل وخارج مصر. وجوده معانا النهاردة رسالة لناس كتير قوي، أملنا أنهم يتشجعوا ويعرفوا أن الرياضة هي ضمان لصحة ولياقة أفضل.